اشمعنى يعني اشمعنى الشغلانه دي اول مره نشوف ست نقاشه؟ اشمعنى دي اللي حبيتيها؟ يعني ليه دايما بيقولك ايه بتختاري الحاجات الغريبه؟ هي اولا دي شغلانه جوزي. انا حبيت ان هو لما بيبقى شغال بيبقى في حتة تانية خالص، فانا حبيت اخش اتعمق في زي ما هو ما بيتعمق كده. انا سمعت يعني العصفورة قالت لي طبعا اغريد، قالت لي ان هو تعب فترة فانت وقفتي جنبه فاشتغلتي شغلانته عشان تعب شوية، فانا نزلت اساعده. وكمان ابقى جنبه وابقى معايا معاه اشوف بقى بيعمل ايه، رايح فين وجاي منين. نصحه برضه دي ستات النصحه. ست ب 100 ست. طب قولي لي فاينر مين، يعني اتعلمتيها في قد ايه؟ اول يوم 15. احنا اولا بنعمل موبيليا، يعني بنعمل دهانات موبيليا اللي هو زي الاسترجي اللي هو عندنا استر وذهب. بعد الجواز ب 15 يوم ده كان اول صالون ليا اعمله، وكانت دفعه حلوه ان الصالون طلع. هو ده الهانيمون بتاعك؟ هو ده شهر العسل بعد الجواز ب 15 يوم بدهن حاجات يا حبيبي؟ كان هو عنده زنقه شغل جامده ال 15 يوم اللي قعدهم في البيت، وكان مطلوب منه شغل كتير، وجاب الصالون ده البيت. كان صالون مميز يعني بتاع حد مهم برضو. فانا قلت له خلاص انا هعمله، ابتديت اعمله، طبعا عجب الزبون جدا فاداله فلوس زياده. طبعا الفلوس قالك لا ده انت مرجعه. ايوه طبعا. بس فابتديت بقى ان انا حابه المهنه جدا، وكان بيتزنق في صنايعي تنزلي. قلت بقالك كام سنه نقاش؟ 14 سنه ما شاء الله من ساعه ما اتجوزت. حلوين. طب وايه بقى وانت هند بقالك كام سنه بادي جارد؟ بقالي ما كملتش حوالي 6 شهور. 6 شهور. طب وايه الاختيار ده؟ ايه ده مش خايفه يعني؟ انت مش متجوزه لسه اصلا؟ هو مش ده الرجاله بتتخض خلقه، ما بالك بقى بادي جارد؟ يعني الراجل يخاف مثلا لو ست واثقه من نفسها، ست شغلانتها كويسه، او ست مستقله مش عارفه ايه، يخاف، ما بالك بقى بادي جارد؟ بالظبط ده احنا كده. انا قلت احب اغير المفهوم هنا في مصر. انت عارفه ان في سفراء، في بنات وزراء، في عائلات راقيه بينزلوا مصر بيبقوا محتاجين بادي جارد، حريمي ما بيبقاش موجود. تمام. فحبيت ان انا اغير المفهوم هنا، لان احنا بنشوف الحاجات دي في الدول الاوروبيه. ايه المشكله طالما الست قادره تعمل حاجه زي كده، طالما واثقه من نفسها ان هي تقوم بحاجه زي كده؟